أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، تحفيز يومي، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات والتحفيز. شكرا على المتابعة. افتتاح فندق ضخم لنجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو بمراكش، ويصل ثمن المبيت فيه 10 مليون سنتيم لليلة الواحدة. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة.